الحرب من مصر وإسرائيل ما كانتش هي الصراع الوحيد، كان في صراع تاني غير معلن، وهو الصراع بين المخابرات المصرية والموساد. واحد من أهم الصراعات بين الجهازين كان الصراع على فتاة الموساد المدللة هبة سليم. إيه هي حكاية هبة سليم وإزاي تصارع عليها جهازين مخابرات؟ قبل ما نكمل ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. هبة سليم مواليد 1947، بنت اتولدت في بقها معلقة ذهب من أسرة ثرية من أصول صعيدية. نشأت وتربت في المهندسين. هبة كانت بتتمتع بذكاء وجمال غير عادي. مع ثرائها وتدليل والدها ليها كانت دايما حاسة انها أعلى من كل اللي حواليها. هبة دخلت كلية الآداب ودرست اللغة الفرنسية، كانت متفوقة جدا، وبالتالي نالت إعجاب أستاذها اللي كان بيشجعها وعرض عليها انها تسافر تدرس في السوربون. الفكرة نالت اعجابها جدا وعرضت على والدها الفكرة. في البداية اعترض، ولكن مع الحاحة وانه ما بيقدرش يرفض لها طلب وافق على السفر. سافرت سنة 68. في الفترة دي وتحديدا بعد النكسة كانت مشاعر المصريين كلها مضطربة ما بين الغضب والحزن والرغبة في الثأر، وطبعا فقدان الثقة في الانتصار على اسرائيل. في الفترة دي هبة كانت من اللي عندهم فقدان ثقة في الانتصار. اتعرفت على زميلة ليها يهودية وتقاربوا، كانوا أغلب الوقت مع بعض، وقدرت صاحبتها اليهودية تقنعها قد إيه إسرائيل بلد السلام، وإن مصر هي المعتدية بالحرب. وفي فترة قليلة كان تم غسيل مخ هبة سليم، وبقت مقتنعة تمام الاقتناع بإسرائيل. في الفترة دي كانت علاقات هبة باليهود بتتسع من خلال صاحبتها، ولما اتعرض عليها التجنيد لصالح إسرائيل وافقت ببساطة جدا. كانت بتحب دايما تتفخر بكل حاجة، فمن ضمن تفخرها قدام أصحابها اليهود اتكلمت عن إن في ضابط جيش بيطاردها بحبه من قبل ما تسافر. لقط الخيط ده واحد من الموساد وطلب منها تجنيد الضابط فاروق الفقي المتيم بالعشق، وبالفعل رجعت مصر وراحت على نادي الجزيرة. وعلى عكس المعتاد قابلت فاروق بادعاء اللهفة، ولأنه كان عاشق والهان ما قدرش يقاوم حبها المزعوم وخطبها. فاروق الفقي ورغم صغر سنه وإنه كان لسه مقدم في سلاح الصاعقة، لكنه كان في غرفة العمليات لأهمية شغله كضابط مهندس، وطبعا لأنه مجتهد وتميز بإخلاصه ووطنيته. هبة الذكية المراوغة علشان تطلع منه بأكبر قدر من المعلومات كانت بتتفاخر بثقافتها ومعلوماتها قدامه، فكان هو كمان بيتفاخر بقد ايه هو مهم في شغله ومعاه معلومات سرية خطيرة للجيش، منها خرائط بناء خط دفاع صاروخي على طول خط القناة من السويس لبورسعيد. هناك قدرت هبة سليم تاخد المعلومات من خطيبها وصرحته بأنها عميلة للموساد، وهو من حبه ليها انساق وراها بدون أي تفكير. خط دفاع الصواريخ اللي كان بيتبني اتضرب من إسرائيل، وغيره من العمليات شديدة السرية كانت بتضرب أثناء بنائها، وده خلى القيادة في حالة غضب شديد، بالذات بعد فقد عدد من الأرواح، وأصبح في يقين إن في خاين. بدأت المخابرات الحربية تشدد المراقبة على الضباط اللي كان عندهم المعلومات دي، لحد ما وجدوا في واحدة من رسائل فاروق الفقي إنه بيقول إنه ركب إيريا للراديو. كانت الرسالة دي المفاجأة وحل اللغز في نفس الوقت. في الأثناء دي هبة كانت فرخة بتبيض ذهب لإسرائيل، طبعا بسبب المعلومات الخطيرة اللي بتقدمها لهم، فكان لابد من تكريمها والاحتفال بيها. اتعمل لها احتفال كبير في إسرائيل، حضروا شخصيات هامة ومن أهمها جولدا مائير. أما في مصر فبعد ما تم التأكد من أن فاروق الفقي هو الخاين اللي سرب المعلومات، تم إسناد مهمة القبض على الفقي لثعلب المخابرات الضابط رفعت جبريل. وقتها راح لقائد الصاعقة وطلب منه يستدعي رئيس الفقي، واللي أول ما عرف التهمة الموجهة للفقي أنكرها تماما وقال: مستحيل، ممكن تشك في أنا، إنما الفقي لأ، ده شديد الاجتهاد والوطنية. وقتها تم استدعاء الفقي، وأول ما تواجه بتهمة العمالة لإسرائيل اعترف ببساطة وقال: جندتني هبة سليم. وقتها المخابرات ما كانتش تعرف إن هبة سليم هي اللي جندته، ولما وصل الأمر للسادات قال: عايزها حية أو ميتة. وقتها كان في اقتراحات ان يتم تصفيتها في باريس او الاكتفاء بالقبض على فاروق الفقي، لكن الثعلب حسم كل ده
وقالوا إنه هيجيبها مصر وهتتحاكم. بدأ التفكير في الخطة اللي هيستدرجوا بيها هبة لمصر، ودي ما كانتش سهلة. أولاً هبة شديدة الذكاء والحذر، ثانياً وراها الموساد الأكثر حذراً منها. فكر الثعلب في نقطة الضعف اللي تكون مدخل لهبة، ما كانش فيه أكتر من إنهم يستدرجوها عن طريق والدها. والدها وقتها كان بيشتغل في ليبيا، وكانت العلاقات المصرية الليبية ممتازة، وبالتواصل بين السادات والقذافي كانت أغلب الأجهزة الليبية في مساعدة الأجهزة المصرية. سافر الثعلب لوالد هبة وقدر يقنعه إن بنته متورطة في عمليات فلسطينية ومطلوب القبض عليها من إسرائيل، وإنها في خطر طول وجودها في باريس، وإن مصر عايزة تحميها وتهربها من فرنسا. وبالتالي أقنع والدها ادعاء المرض ودخل المستشفى في العناية المركزة. وصل لهبة خبر مرض والدها، والموساد أكد لها المعلومات، فقررت السفر لليبيا تطمن على والدها. لكن الموساد عشان يطمن عليها أكتر قال لها إن وهي في الطيارة وقبل نزولها منها لازم تدعي إن في خاتم ألماظ اتسرق منها وتبلغ الشرطة الليبية، عشان لو في أي قلق عليها يحصل ارتباك في الخطة بتدخل الشرطة الليبية. وعلى الجانب المصري كان في أكتر من خطة للقبض على هبة من مطار طرابلس، خطة عن طريق الطيران وخطة بديلة بالطريق البري. تم التنسيق مع مطار طرابلس إن وقت وصول طيارة هبة تقل الإضاءة في المطار، وإن طيارة مصر للطيران اللي هتنقل هبة من ليبيا لمصر تكون في مكان قريب جدا من باب قاعة كبار الزوار. بالفعل وصلت طيارة هبة سليم لليبيا، وقبل ما تنزل من الطيارة صرخت إنها اتسرقت وعايزة تبلغ بسرقة خاتم ألماظ. وافقوها واستقبلها دبلوماسي مصري كان على معرفة بيها من باريس، ونزلت على قاعة كبار الزوار وطمنوها إنهم هيعملوا لها كل اللي هي عايزاه، وبعدين تروح لباباها المستشفى. أخدها الدبلوماسي وخرج بيها من باب القاعة، لقت قدامها سلم طيارة وانسحب الدبلوماسي واستقبلها الثعلب واقتادها للطيارة. ضابط الموساد المسؤول عن هبة سليم كان مرشح لرئاسة الموساد. لما وصلوا الخبر القبض على هبة وتأكد من فشله في تأمينها طبعا، ضرب نفسه بالرصاص تاني يوم القبض عليها. تم التحقيق مع الفقي والحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص لمحاكمته عسكريا، وفي الأثناء دي اتقدم قائده بالاستقالة ولكنها رفضت، فطلب يكون من ضمن منفذي الإعدام فيه، وحصل فعلا. أما هبة فكانت أثناء التحقيقات عندها ثقة ويقين إن إسرائيل مش هتتخلى عنها ومش هتسيبها. بيحكي مأمور السجن إن أثناء حبسها كانت عائلتها كلها تبرت منها ومحدش بيزورها إلا خالها واللي كان لاعب كرة شهير، كان مداوم على زيارتها، وكان كل مرة يدخل السجن للزيارة بتكون راسه وعينه في الأرض. اتحكم على هبة سليم بالإعدام، وحاولت إسرائيل توسط هنري كاسنجر وطالب السادات بتخفيف الحكم على هبة، ولكن السادات وقتها حس إنها بداية تفاوض عليها، فرد وهو بيبص لرئيس المخابرات الموجود وقتها: هبة تنفذ فيها الحكم النهاردة. وكان ده أمر فهمه رئيس المخابرات اللي انسحب بهدوء وأعطى أوامره لتنفيذ حكم الإعدام على هبة سليم في نفس اليوم سنة 74. شاركنا رأيك في التعليقات وقولنا كنت تعرف قصة هبة قبل كده، وتفتكر الصور كانت عاملة ازاي من وجهة نظرها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.